وللحديث أكثر عن أداء شركات الأسهم خلال الربع الأول ينضم معي الآن هاتفيا محلل الأسواق المالية الأستاذ محمد الصغير. أستاذ محمد أهلا بك. قطاع الأسمنت حقق نمو في الأرباح بنسبة 22%، هذا على الرغم من تحديات جائحة كورونا على الاقتصاد، برأيك ما هي أهم العوامل والأسباب التي أدت إلى ارتفاع القطاع؟ حياكم الله وبياكم أخوي أحمد. حياك الله. وأهلا وسهلا بمشاهدي الإخبارية. طبعا القطاع الإسمنت هو قطاع حيوي ويعتمد اعتماد كامل على المشاريع التي تنفذ على أرض الواقع في المملكة العربية السعودية، وهناك جزء من هذا الإنتاج يكون للتصدير. وعلى أي حال فشركات الإسمنت حققت ارتفاع كما ذكرتهم بمقدار 22% من عام 2020 مقارنة بعام 2019. ارتفعت الأرباح إلى 3,270,000,000 مقابل 2,680,000,000 لعام 2019، أي بفائض قدره 583 مليون. وللحديث عن بعض الشركات فنجد أنه شركة الإسمنت الجنوبية حققت صافي أرباح نقدية بما يعادل 18% من جملة أرباح الشركات 17 الموجودة في السوق السعودي بما يعادل 609 ملايين، وبنسبة زيادة في عن دخلها في 2019 بمقدار 31%. أيضا نشاهد أنه إسمنت السعودية حققت 400 كالشركة الثانية اللي حققت أرباح عليا 456 مليون بربح طفيف عن عام 2019 قدره 1%، ثم تأتي شركة القصيم ب 419. أيضا من الأشياء اللي حدثت تعطي زخم قوي هي إسمنت شركة نجران التي حققت أرباح عام 20 بنمو 281%. طيب حول الارتفاع جميل، يعني حول الارتفاع يعني الملاحظ في أسهم شركات الأسمنت، يعني باعتقادك ما هي سبب ارتفاع الطلب المحلي على الأسمنت تحديدا؟ المشاريع الكبرى اللي تقام في المملكة العربية السعودية والنهضة ورؤية 2020، يعني مشاريع ضخمة جدا، نيوم، القديه، البحر الأحمر، الإسكان والتوسع الهائل اللي حصل فيه، كل هذه مشاريع تجعل من شركات الإسمنت تحقق أرباح وتعمل فائض كبير في الإنتاج. طيب في نظرك يعني قطاع الإسمنت هل يعتبر من يعني من القطاعات المهمة للاستثمار طويل المدى؟ يعني برأيك؟ نعم نعم نعم، يعتبر من أهم القطاعات وهو المحرك الأول لعملية التنمية والنمو في المملكة العربية السعودية، سواء من ناحية الإسكان أو من ناحية المشاريع الضخمة اللي تفاجئنا بها كل فترة وأخرى، فهو يعكس هذا الأمر. شكرا لك أستاذ محمد الصغير محلل الأسواق المالية.